السلام عليكم البنات، كديرين؟ لبس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناه ليناز كيتشن. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم الخليع ساهل ماهل. بقاو معايا المقادير وطريقه التحضير. كيف كتشوفوا البنات، عندي واحد الكميه ديال اللحم تقريبا، هنايا عندي واحد الكيلو كنقطعو على هذا الشكل، هذا يعني رقيق بحال الشكل غادي نقادو الجديد. مهم كنقطعوه رقيق على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجو كذلك زيت العود والزيت العادي، عندي كذلك القزبر يابس ومطحون، عندي الكمون. كيف كتشوفوا الكمون حتى هو راه مازال جديد، يعني حبوب وطحنتو. عندي كذلك الثومه والملحه، وكذلك عندي الكميه، عندي تقريبا واحد رابعه ولا 250 غرام ديال الشحمه اللي كنكون قطعتها صغيره على هذا الشكل هذا، او لحكوها من الاحسن. دوزوا البنات لطريقه التحضير ديالنا. غادي ناخذوا القزبر، يعني عندي تقريبا واحد الكميه معقوله، عندي معلقه كبيره حتى المعلقه ونص ديال القزبر. انا راه من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال القزبر. كذلك عندي الكمون، عندي نص ملعقه كبيره. هو البنات القزبر قد ما كثرناه قد ما مزيان. عندي الملحه حتى هي مزيان كثروها، تقريبا درت جوج معالق. كذلك عندي الثومه، ثم البنات انا غادي ندير ثلاثة ديال الفصوص كبار او أربعة كبار. القزبر البنات راه زوين بزاف في القديد، ضروري اننا نكثروا منه، كيجي زوين وما كيخليش لنا اللحم يخسر ولا يتاكسد. قد ما كثرنا القزبر والثومه والملح والكمون كيجينا زوين. انا هنا البنات ما غاديش نخلي اللحم ديالنا، ما غاديش نديرو زعما على شكل جديد، يعني ما غاديش نشرو في الشمس، وهذا غادي نخليه غير في الثلاجه. غادي نخليه من 48 ساعه حتى 72 ساعه. مهم كيف كتشوفوا البنات، غادي نخلط العطريه اللي عندي مع اللحم، نخلطهم مزيان مزيان، ومن بعد غادي ندير لها واحد فيلم اليمونتير وغادي ندخلها للثلاجه. كيف قلت لكم غادي نخليها 48 ساعه حتى 72 ساعه. ما غاديش ندير الطريقه التقليديه اننا غادي نشفوه في الشمس. المهم اللي بغى ينشفوه في الشمس يخليه حتى يولي على شكل جديد، عاد يكمل الطريقه ماشي مشكل، دونك كل واحد. المهم انا هاد الطريقه هادي جبتها باش نسهل عليكم المأموريات ديال الخليع. كيف كتشوفوا البنات، من بعد ما دازت واحد 72 ساعه، خليته 3 ايام هكاك، كيف كتشوفوا راه ولا تقريبا بحال الشكل ديال الجديد. صافي غادي نزيد كاس ديال الزيت مخلط، يعني زيت الزيتون والزيت العادي، وعندي كذلك جوج كيسان ديال الماء، وغادي نسد عليه في البوطه ونخليه يطيب. من بعد البنات ما خليته يطيب، انا هنا راه نسيتو نسيتو حتى تحمر مزيان، وشديت الشحمه ذوبتها وصفيتها من هذوك القشور اللي كيكونوا فيها. ومن بعد ما طاب لينا اللحم زدتها فوقه. دابا غادي نزيد البنات الزيت العادي، تقريبا غادي نزيد واحد نص سيترو. صافي من بعد ما غادي نزيد الزيت غادي نخليه حتى يسخن مزيان، وانا كنبقى نحرك. مهم مره غادي نحركو غير باش ما يلصقش لينا وباش ما يتحركش لينا. كيف كتشوفوا البنات، ها هو راه داك الزيت بدا كيسخن، هو وديك الشحمه. صافي غادي نخليه حتى يطيب لينا داك الزيت مزيان ويحمر وما يبقاش في اللون ديالو، يعني غادي يبدا يولي اللون ديالو مايل الحموريه. كيف ما كتشوفوا في الصوره، وكيدير واحد الكشكوشه. صافي غادي نعرفوا هنا باللي راه الخليع ديالنا بدا كيوجد. البنات هنا خاصنا نبقاو نطيبوا هذا
الخلية حتى ما يبقاش لنا النقطة ديال الماء. غادي نديرو واحد تيست، يعني غادي ناخدو واحد الكلينيكس وغادي نديروه في هاد الزيت ونشعلو فيه العافية. الا شعلت فيه العافية صافي راه هو هذاك. هنا البنات انا حيت الخليع ديالي من فوق البوطه، دونك حيت الكلينيكس ديالنا شعلت فيه العافيه، دونك صافي راه ما بقاش فيه حتى شي نقطه ديال الماء. خليته حتى برد ليا واحد شويه اولا حتى دفى. من بعد غادي نديروا واحد القرعه ديال الزاج اللي معقمه، غادي ندير فيها هذا الخليع ديالنا هو وداك الشحمه، وغادي نخليه حتى يبرد تماما عاد نحطه في الثلاجه. هو البنات راه كيبقى حتى العام صراحه راه كيبقى زوين، وبحال تقريبا يعني ماشي تقريبا راه بحال اللي كنشريو من المحلات ديال الزنقه، وكيجي زوين وعارفينه باش مصايب. دونك البنات كنصحكم كاملين تبقاو ديروا الخليع في ديوركم وما تبقاوش تشريو ديال الزنقه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكيف كتشوفوا الخليع من بعد ما حطيته في القرعه كنخليه حتى يبرد تماما عاد نديرو في الثلاجة. هنا خليته الليلة كاملة. بعد ما خرجتو البنات في الصباح كيف كتشوفو خرجينا على هاد الطريقة هادي، اولا على هاد الشكل هادا عفوا. كيجينا زوين والمذاق ديالو غزال ديال بصح. وهكا البنات كنكون وصلت لنهاية ديال الفيديو ديالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش خليو ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم الزوينين، وكنبغيكم بزاف وندير لكم موعد اخر مع فيديو جديد، ومع السلامه.